دلوقتي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، هتقدر تتملك وحدتك السكنية اللي نفسك فيها في الرحاب ومدينتي وتسكن فوراً بفايدة 8% وتقسيط حتى 25 سنة، والحجز بأسهل وأبسط طريقة. هتطلع على كراسة الشروط من على موقعنا وتعرف على كل المستندات المطلوبة مع التأكد من إحضارها في زيارتك للفرع الأقرب ليك من فروع مجموعة طلعت مصطفى جوه القاهرة، واللي جاهزة لخدمتك من 9 الصبح لحد 9 بالليل طول أيام الأسبوع. وانت في الفرع هتسجل بياناتك بالرقم القومي ورقم الموبايل، هتقرأ كراسة الشروط تاني وتوقع عليها وتدفع مبلغ جدية الحجز وقدره 100,000 جنيه، وهتختار وحدتك اللي انت عايزها بنظام السداد الأنسب ليك. هيتم مراجعة المستندات في الفرع للتأكد من مطابقتها لطلبات البنك، وبعدها هيتم التواصل معك بإفادة البنك بقبول الطلب أو رفضه، وفي حالة قبول الطلب هتروح للفرع علشان تكمل إجراءات التعاقد وتستلم وحدتك، وفي حالة رفض الطلب هيتم التواصل معك خلال 14 يوم عمل علشان تتوجه للبنك لاستلام شيك مصرفي بقيمة مبلغ جدية الحجز المدفوع. وعشان راحتك ووقتك يهمونا، دلوقتي بنوفر لك خدمة الحجز أونلاين من خلال موقعنا nuca.tmg.com.eg. سجل بياناتك الشخصية. وفعل حسابك. وبعدها اطلع على كراسة الشروط ووافق عليها وادفع مبلغ جدية الحجز وقدره 100,000 جنيه من خلال لينك الدفع. وبعدها ارفع المستندات الموجودة بكراسة الشروط، والموقع هيعرض لك الوحدات المتاحة للحجز. اختار الوحدة اللي نفسك فيها ونظام السداد اللي يناسبك. ودلوقتي هيكون طلب حجز الوحدة بتاعك تحت المراجعة. هتوصلك إفادة البنك بالقبول أو الرفض من خلال رسالة نصية أو إيميل، وفي حالة قبول الطلب هتروح للفرع تكمل إجراءات التعاقد، وفي حالة رفض الطلب هتوصلك رسالة خلال 14 يوم عمل عشان تتوجه للبنك لاستلام شيك مصرفي بقيمة مبلغ جدية الحجز المدفوع. لو عندك أي استفسار اتصل ب 19 691.